خبز حلو بيتعمل مخصوص بمناسبة الكريسماس. بالنسبة للعجين عندنا 1 كيلو دقيق، 50 جرام خميرة، 500 مللتر حليب، 350 جرام سكر، 1 معلقة صغيرة فانيليا، 100 جرام زبدة، 100 مللتر زيت، 5 صفار بيض، 1 معلقة صغيرة ملح، وبشر 1 ليمون. بالنسبة للحشو هيكون عندنا 5 بياض بيض، 5 معالق كبيرة سكر، 400 جرام عين جمل مجروش، 3 معلقة كبيرة كاكاو، زبيب وملبن، وبيض للوجه. بالنسبة للعجين زي ما تعودنا بنحط الخميرة مع شوية من الحليب الدافي، وممكن نضيف لهم شوية سكر مش كتير، وطبعا هنسيبهم 5 دقايق لحد الخميرة ما تتفاعل مع السكر واللبن وتطلع فقاعات ثاني أكسيد الكربون، وبعد كده هنضيف بقية المقادير. هحط اللبن، الدقيق، السكر، صفار البيض، فانيليا، بشر ليمون، ملح، زبدة وزيت. اوكي، الخليط كده اتجمع، ولكن طبعا هنحتاج نضربه اكتر لحد ما يبقى ناعم. والعجينة دي هنلاقيها هي هتبقى طرية شوية، مش عجينة ناشفة. وطبعا بعد ما نشيلها هنسيبها تتخمر حوالي ساعة لحد ما تتضاعف في الحجم، وبعد كده نقدر نستعملها. دلوقتي نبتدي نعمل الحشو. هناخد بياض البيض هنضربه لحد ما يبقى هش، وبعد كده هنبتدي نضيف له السكر شوية شوية. هنعمل زي مرينج، كده المرينج جاهز. هناخده وهنضيف عليه بقية المقادير ونخلطهم مع بعض. هنحط عليه عين الجمل المجروش، الكاكاو، الزبيب والملبن، وهنقلبهم مع بعض بالراحة، مش عايزين نهبط البيض. يبقى احنا جهزنا العجين والحشو. نبتدي نحضر العجين. بعد ما بيخمر ده بيكون شكله، وزي ما احنا شايفين هو عجين طري. هناخد العجين هنقسمه نصين، زي ما احنا شايفين هو عجين ناعم وبيلزق شوية. اوكي، وبعدين هنجيب الحشو وهنبتدي نحطه. هنحط نصه هنا ونصه في المستطيل الثاني. ونفرده. وبعد كده هنبتدي نعمل المستطيل ده الى رول.
والمستطيل الثاني كمان. ودلوقتي أجيب الصينية علشان أحطه عليها. هنحط أول رول بالشكل ده. وتاني رول فوقه بالشكل ده. وبعدين هنبتدي نلف الرول كده. ونلف الرول بالشكل ده. وطبعا هنرجع نسيبه لحد ما يخمر حوالي ساعة إلا ربع أو ساعة. وبعد كده هيدخل فرن بدرجة حرارة 180 وهيقعد في الفرن حوالي 40 دقيقة.